أهلا بكم بموجز أخبار الجامعات المغربية على قناة كامبوس ماروك تيفي. مؤسسة دار الحديث الحسنية أعلنت عن مباراة ولوج سلك التكوين الأساسي المتخصص 2021-2022 وضع أو إرسال ملف الترشيح عبر البريد قبل يونيو 30-2021. الانتقاء من أجل ولوج المعهد الدولي للسياحة بطنجة، التسجيل عبر الإنترنت زائد وضع أو إرسال ملف الترشيح عبر البريد العادي قبل يونيو 7-2021 حاملي البكالوريا 2019-2020-2021. تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية أن عملية الترشيح لولوج أقسام تحضير شهادة التقني العالي برسم الموسم الدراسي 2021-2022 انطلقت يوم الأحد 20 يونيو 2021، وستستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، وذلك عبر بوابة شهادة التقني العالي FTS الموجودة على الموقع الإلكتروني fts.min.gov.ma أو عبر الموقع الإلكتروني فضاء المتمدرس بمنظومة مسار للتدبير المدرسي. ويلج السنة الأولى للأقسام تحضير شهادة التقني العالي المترشحون المتوفرون على الشروط التالية: أن يكون المترشح حاصلاً على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المناسبة للتكوين، ألا يتجاوز سنه 23 سنة عندما تم شهر شتنبر 2021. وللمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 3 يونيو 2021 بالموقع الإلكتروني للوزارة www.min.gov.ma. افتتاح مباراة ولوج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية إنسا برسم السنة الجامعية 2021-2022. شارك وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد سعيد أمزازي إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد إدريس أرويشة والقاضي العام للمملكة السيد نور الدين بن سودة ورئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية فوندافيب مدير المجلة الفرنسية للمالية السيد ميشيل بوفي يوم السبت 19 يونيو 2021 عبر تقنية المناظرة المرئية في افتتاح فعاليات المنتدى تحت شعار تمويل البحث العلمي في المغرب وفرنسا أي أفاق. شكل هذا المنتدى فرصة أكدت من خلالها على مجموعة من النقاط التي من شأنها أن تعزز إشعاع البحث العلمي بالمغرب، ومنها أهمية البحث العلمي والابتكار ودوره المحوري في الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، الميزانيات المخصصة للبحث العلمي والابتكار وضرورة تنويع مصادر التمويل، وضع تدابير وآليات للنهوض بالبحث العلمي والابتكار. تنظم وزارة التجارة الصينية تكوينا عن بعد حول تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم العالي لفائدة أطر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. باب الترشيح مفتوح حاليا. نهاية موجز الليلة، إلى اللقاء.